البقاء لله، وفاة مسؤول كبير بالدولة. ننشر لحضراتكم التفاصيل. وفي مفاجأة صادمة، ضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد شخص هارب من أحكام بألف سنة سجن. وأمر عاجل من الرئيس السيسي بالتحرك الفوري لإنقاذ أسوان. واعترافات صادمة، ننشر نص التحقيقات مع عائشة خيرت الشاطر في قضية تمويل الإخوان. وبيان وتوضيح حول أن الشتاء القادم الأصعب في التاريخ. وتفاصيل حصول مصر على 250 مليون يورو، ننشر التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط أيضا على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أول بأول. عاوزين نوصل أكتر من 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. ونبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وفي مفاجأة صادمة، ضربة كبرى من الداخلية المصرية ضد شخص هارب من أحكام بألف سنة سجن. ألقت أجهزة الأمن المصرية بمحافظة القاهرة القبض على رجل أعمال هارب من أحكام قضائية ب1195 سنة سجن داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس. أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام اختباء أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة شرق ببورسعيد مطلوب التنفيذ عليه في 124 قضية تزوير بإجمالي مدة حبس 1195 سنة بإحدى الفيلات الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة خوفا من ضبطه. استهدف قوات الأمن المتهم وتمكنت من ضبطه خلال تواجده بالفيلا المشار إليها وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الداخلية المصرية. مصدر معانا كان من صحيفة الشروق المصرية. طبعا مفاجأة كبيرة لما نعرف ان في شخص هارب من اكتر من 1100 سنة سجن، رقم ضخم جدا. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر اخر، والبقاء لله، وفاة مسؤول كبير بالدولة، وهذا المسؤول هو النائب احمد زيدان. في البداية عاوز اقول يعني ان هذا النائب المحترم النائب احمد زيدان كان في مرة من محاكيات جامعة عين شمس، كنا بنحاكي يعني المنظمات السياسية والبرلمانية في مصر، فكنا بنحاكي البرلمان، فكنت أنا ساعتها بحاكي يعني وزير الداخلية. والنائب أحمد زيدان يعني عجبوا الأداء وعجبوا الشغل اللي احنا عملناه في جامعة عين شمس. كل الناس قامت بأداء كويس جدا، كل الطلاب قاموا بأداء جميل، والنائب أحمد زيدان عجبوا العرض اللي احنا عملناه. والنائب أحمد زيدان كرمنا هو والنائب طارق الخولي، فربنا رب يرحم النائب أحمد زيدان ويصبر قلوب أهله إن شاء الله. وأصيب الوسط البرلماني بصدمة كبيرة بعد خبر وفاة النائب أحمد زيدان وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب وعضو مجلس النواب عن دائرة شبرا مصر، والذي توفى بسبب صراع مع المرض. ونشرت أسرة زيدان في 7 يوليو الماضي أخبارا عن دخول الفقيد إلى الرعاية الصحية بأحد مستشفيات القاهرة بعد أزمة صحية مر بها في أيامه الأخيرة. وكان شقيق النائب أحمد زيدان قال في تصريحات سابقة لصحيفة الوطن إن شقيقه يمر بأزمة صحية ونقل بسببها إلى الرعاية الصحية بالمستشفى القبطي وينتظرون تقرير الطبيب عن حالته. وطلب في الوقت ده الدعاء لي قائلا ادعوا له ربنا يقومه بالسلامة، هو محتاج دعوتكم. ووقفت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بداية اجتماعها دقيقة حداد على روح أحمد زيدان الذي وافته المنية، كما نعت النائب الراحل، حيث قال رئيس اللجنة البقاء لله بكل حزن النائب أحمد زيدان ونتقدم بالعزاء لأسرته وذويه. كما نعاه حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي وتقدم لأسرة الفقيد بخالص العزاء، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
تخرج أحمد زيدان في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكان له مشاركات في اتحاد الطلبة أثناء دراسته الجامعية، وكذلك مشاركات حزبية من خلال انضمامه لحزب حماة وطن. وشغل قبل وفاته منصب وكيل لجنة الاتصالات مجلس النواب، وتوفى بسبب إصابته بمرض نادر دخل بسببه في غيبوبة. مصدر معانا كان من صحيفة الوطن. البقاء لله، ربنا يرحم النائب الشاب أحمد زيدان. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وأمر عاجل من الرئيس السيسي بالحركات الفورية لإنقاذ أسوان. وصلت قوافل تحيا مصر إلى القرى المتضررة من السيول في محافظة أسوان بمصر بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتفقد محافظ أسوان أشرف عطية الحافلات التي تحمل المساعدات، والتي سيتم توزيعها على الأسر المتضررة داخل 14 قرية ومنطقة سكنية على مستوى المحافظة شهدت سقوط السيول عليها مساء الجمعة الماضية. وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالحصر الأول الذي قامت به اللجان الفنية لتحديد المستحقين لهذه المساعدات، التي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم هذه الأسر لإزالة آثار واحتواء تداعيات هذه الكارثة، واحتواء سبب هذه الكارثة الطبيعية نتيجة المتغيرات المناخية التي يشهدها العالم كله. أوضح المحافظ أن عملية التوزيع ستقوم على استلام الجمعيات الأهلية لهذه المساعدات وتوزيعها بكل شفافية وعدالة ونزاهة، وبعيدا عن أي مجاملات، بإشراف من مديرية التضامن الاجتماعي التي ستقوم أيضا بصرف إعانات عاجلة بواقع 2000 جنيه لكل أسرة بجانب 250 جنيه إعاشة لكل فرد، بالإضافة إلى المساعدات العينية من المواد الغذائية والمفروشات لتخفيف المعاناة عن المتضررين. مصدر معانا كان من صحيفة أرتي، وهذه كانت تحركات بأمر عاجل من الرئيس السيسي لإنقاذ 14 قرية بأسوان. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، واعترافات صادمة، ننشر نص التحقيقات مع عائشة خيرت الشاطر في قضية تمويل الإخوان. مفاجآت صادمة فجرتها عائشة خيرت الشاطر، نجلت القيادي الإخواني خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان في نص اعترافاتها في القضية رقم 1 لسنة 21 جنايات أمن الدولة طوارئ مدينة نصر الثاني، والمقيدة برقم 703 لسنة 2021 كل القاهرة الجديدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة باسم قضية خلية عائشة خيرت الشاطر لتمويل الجماعة الإرهابية. حيث اعترفت المتهمة عائشة محمد خيرت سعد الشاطر مواليد 18 ديسمبر 80 باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق. قالت عائشة في اعترافاتها أمام جهات التحقيق: لما لقيت ان المشاركة مع التنسيقية المصرية للحقوق مش هتوصلني الحاجة بخصوص والدي، تركت العمل فيها وما كنتش بشارك، حتى زوجي محمد ابو هريرة ما كانش بيشارك في اي حاجة فيها، وعشان كده مشوا منها، وبعد ما تركت العمل فيها تركت العمل الخيري. اضافت: في الفترة الاخيرة بقيت اشتري لحوم من الجزارات وابيعها على الانترنت بعد ما زود على كيلو 10 جنيه علشان ازود دخلي من خلال صفحة اسمها طازج الريف، وكنت ببيعها بمندوب للناس، وده كان عشان أساعد زوجي في المصاريف لحد أكتوبر 2018، وكنت في البيت ومحمد كان نازل يقابل إبراهيم عطا عشان يغير منه دولارات بتاعته، معرفش جايبها منين، لأن إبراهيم كان بيكتب على الجروب إنه لو حد عايز يغير عملة هو ممكن يساعده. وبعد ما نزل سمعت صوته عالي جدا، وبصيت لقيت ميكروباص أبيض وعربيات ملاكي والشرطة في الشارع تحت البيت، ومحمد شاور لي ادخل له جوه، وبعدين تم تفتيش الشقه والقبض علينا. وتابعت كل اللي اعرفه عن جماعه الاخوان، انا مؤسسها هو حسن البنا، ومعلوماتي انها جماعه دعويه في العالم كله، واداء محمد مرسي كان ضعيفا في الحكم، يعني ما قدرش ينجح في اداره البلاد. واختتمت عائشه خيرت الشاطر حديثها قائله: انا كنت بشارك في الاعتصام بصوره فرديه، وما كنتش بعمل حاجه وبقعد لوحدي، ويوم الفض خرجت مع الناس اللي خرجت من الممرات بتاعه الشرطه، وكان من بين المتهمين في تلك القضيه محمود حسين احمد حسن، محمد عبد الوهاب عبد الفتاح، احمد صلاح الدين، احمد طلعت حتحوت، هاجر خالد فارس السيد، اشرف رفعت عبد الحميد الزيات، وكان مذيعا بقطاع الاذاعه والتلفزيون وهارب الان، والمعتصم بالله محمد عبد الجواد عبد الله، وكان صاحب شركة الكوثر،
كول لتجارة أجهزة التكييف. وإبراهيم رمضان عبد الفتاح الحنفي وكان محاسب والآن هارب، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمود كان سائق وهارب، وفكري محمد فكري عبد الحليم، وإبراهيم السيد عبد عطا هذا محبوس كان مدرس لغة عربية، وعائشة محمد خيرت سعد الشاطر حاصلة على بكالوريوس تربية ربة منزل محبوسة، وهدى عبد المنعم عبد العزيز حسن كانت محامية حرة والآن محبوسة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز. طبعا أسماء الأشخاص اللي أنا قلتهم دول يعني جزء من مجموعة أشخاص يعني تصل إلى يعني 25 شخص تقريبا. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبيان عاجل من الأرصاد المصريين وبيان وتوضيح حول أن الشتاء القادم الأصعب في التاريخ. هل الكلام ده حقيقي أم لا؟ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالات الطقس، حيث شهدت تساقط أمطار خفيفة على عدد من المناطق المختلفة في مصر، يصاحب ذلك انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الساعات الليلية. وبحسب صور الأقمار الصناعية التي نشرتها هيئة الأرصاد الجوية، فإن السواحل الغربية للبلاد سوف تتأثر بسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة الشدة على كل من السلوم ومطروح، تصل في نهاية الفترة إلى الإسكندرية. ولكن مع نهاية أمس الثلاثاء وبداية من الساعات الأولى اليوم الأربعاء اليوم، سوف تمتد الأمطار لتشمل الدلتا وتصل إلى القاهرة. هيئة الأرصاد الجوية أوضحت أن طقس اليوم معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، نهارا لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. أكد أنه على المواطنين ارتداء جاكيت في الليل المتأخر والصباح الباكر بسبب تقلب أحوال الطقس، وعلى محافظة أبناؤنا من قسوة الجو، بالإضافة مع بداية الأسبوع المقبل تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. اختتم قائلا بالنسبة للأشخاص الذين يرددون أن شتاء هذا العام أشد شتاء على مر التاريخ المصري، فهذا كلام كاذب ولا يوجد له صحة من الواقع، وعليهما التركيز على المعلومة الصحيحة التي تخرج من أهل العلم وأهل الخبرة. مصدر معنا كامل صحيفة الموجز. أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر والتفاصيل. حصول مصر على 250 مليون يورو، وأعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على توفير تمويل إنمائي بقيمة 250 مليون يورو لمصر. ذكرت المشاط في بيان أنه سيتم استخدام هذا التمويل في مشروع مترو الإسكندرية خط أبو قير شمال غرب القاهرة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي. أشارت إلى أن التمويل الجديد يدعم توجه مصر لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتعزيز استدامتها ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر. يأتي هذا التمويل في إطار برنامج المدن الخضراء الذي يطبقه البنك الأوروبي في عدد من دول العالم، حيث يعمل البنك من خلال البرنامج على تحديد التحديات البيئية التي تواجه تلك المدن وربطها باستثمارات البنية التحتية وتعزيز التحول الأخضر والاستدامة في المدن الحضرية. يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد استثمر منذ بدء عمله في مصر في العام 2012 أكثر من 7.7 مليار يورو في تنفيذ 134 مشروعا. مصدر معنا كان من صحيفة RT وبعض الوكالات. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وأطلب من حضراتكم أنكم تدعوا بالرحمة للراحل النائب أحمد زيدان، ربنا يرحمه ويغفر له إن شاء الله. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم. كان معكم إسلام الأمين من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا IEB على الفيسبوك وعلى يوتيوب بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.